طيب نروح سريعا لملعب المباراة، ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد المباراة. من جديد اجدد التحيه بالكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. لسه مستمرين في لقاءاتنا بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمه بطوله الجمهوريه للشباب. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من اللاعبين اللي يعني او انتدابات النادي الاهلي اللي انضمت للنادي الاهلي هذا الموسم، سريعا دخل في يعني وسط لاعبي النادي الاهلي، وواحد بقى واحد من اللعيبه المهمه سواء في فريق 2003 وايضا فريق 2001، وايضا عنصر من العناصر المهمه وكابتن منتخب مصر للشباب كريم الدبيس. كريم برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني يعني احييك على ادائك النهارده ومشاركتك في شوط اللقاء الثاني. خلاص كريم مش غريب على النادي الاهلي، مع ال 2003 انا موجود، مع الفريق الاول موجود، ايضا مع فريق الشباب انا موجود. طبعا الاول برحب بيك يا رؤى وبشكرك طبعا على اللي انت بتعمله معايا دايما في كل الاوقات، والاول الحمد لله على المكسب النهارده والمشاركه، ويعني دي تربيه النادي الاهلي. يعني انا ما كنتش متربي في النادي الاهلي، بس انا يعني من صغري وانا بحب النادي الاهلي، فحاسس وعارف الاجواء وعارف ان تيشيرت النادي الاهلي مش طبعا مش قليل، وان لما اكون لابسه لازم اكون قد التيشيرت وقد المسؤوليه. كريم عايز ارجع لنقطه مهمه، في وقت من الاوقات قاعد مع الكابتن خالد بيبو بنتكلم، قال لي كتير من الناس ما يعرفش كريم الدبيس ووالده عملوا ايه علشان ينضم للنادي الاهلي. الامر ده ما اتكلمناش فيه قبل كده، لكن حابب نتكلم فيه لان انا عارف انت والدك عملته كتير عشان تنضم للنادي الاهلي. والله يعني انا من مثلا من سنتين والانتقالات شغاله، واتنزلت عن حاجات كتير واتنزلت عن تعاقدات كتير وفلوس كتير، بس ده كله ما يسواش طبعا تيشيرت النادي الاهلي، وانا كنت ثابت على المكان وعلى المبدا، وان ده ان انا في يوم من الايام هكون موجود فيه، وان انا هكون موجود في الفريق الاول في يوم من الايام في البطولات ان شاء الله يا رب. كنت رايح بلجيكا لكن رفضت ان انت تنضم، واكيد كلمت مستر ماجد سامي برضو، القصه ديت الجمهور حابب يعرفها كريم. دي احنا كنا موجودين اصلا في مكتب مستر ماجد، فكان عندي كورتريك البلجيكي، كان دوري ممتاز في بلجيكا، وكان العقد موجود والتيكت الطيران وكل حاجه معايا. جيت ساعتها لما كابتن امير كلمني والناس كلموني هنا في النادي، طبعا مش عايز اقول لك ان انا قطعت العقد بجد فعلا، وان ساعتها حصل مشكله ما بين النادي كورتريك ومستر ماجد، ان هم قالوا له ليه ما يعني ليه خليتنا نحجز وليه وليه وليه، وفي الاخر رفض الموضوع ووقف. اهم بقى التعليمات اللي قالها لك النهارده الكابتن شريف عبد الفضيل مع نزولك في شوط اللقاء الثاني، وجود مستر مارسيل كولر الكابتن سعد عبد الحفيظ والجهاز وميشيل يانكون، اعتقد رساله مهمه جدا ليك يا كريم النهارده. طبعا النهارده كان في حماس، كابتن شريف بصراحه اول ما جيت كلمني وقال لي انت جديد وكل حاجه، بس انت لازم تكون معانا وتركز، وقال لي عايزك تلعب لعبك ما تتشدش، عادي ماتش زي اي ماتش، قال لي انزل والعب لعبك وكله. قال لي هو كان اصلا عايز يبدلني التشكيل، بس انا كنت لاعب ماتش من يومين 90 دقيقه مع منتخب الشباب، فجيت ان لعبني، قال لي هتنزل ان شاء الله بين الشوطين، فبصراحه وداني الثقه واللعيبه كلها ادتني الثقه، وحاجه كويسه جدا، وانا مبسوط جدا ان انا موجود مع كابتن شريف طبعا والنادي هنا كلها. كورك يا كريم وبالتوفيق ان شاء الله، ومستنيين منك كتير باذن الله. ان شاء الله حبيبي. كابتن اسامه ده كان لقائنا مع كريم الدبيس لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر للشباب، نقول له يعني ان شاء الله مستنيين منك الكتير، ان شاء الله كريم يكون واحد من العناصر الاساسيه مع فريق النادي الاهلي ومنتخب مصر. من جديد تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني.